خلينا نروح للنجم الكبير وواحد من مشجعي الأهلي الدرجة العشرة، لو في حاجة اسمها درجة عشرة يبقى هو ده من مشجعي الدرجة العشرة، النجم الكبير بيومي فؤاد. يا نجم حبيبي مساء الفل، مساء الجمال والعسل وكل حاجة حلوة. أنا لسه شايفك على في الإعلان بتاع البريد، مقضيها إعلانات بريد حبيبي شغل جميل جدا يعني. حي ربنا يبارك فيك، ألف مبروك يا أستاذنا. الله يبارك فيك. مبسوط؟ مبسوط. كان في رجاله في الكاميرون، ففي رجاله قوي في الامارات. الله عليك الله عليك، يعني اقسم بالله العظيم اقسم بالله الرجاله ديت، مع احترام الموسيماني ومع احترام لكل الاجهزه الفنيه ومع احترام لكل الناس اللي بيعملوا، الرجاله دي رجاله الخطيب. الله العظيم رجاله محمود الخطيب. طبعا طبعا رجاله النادي الاهلي وكابتن خطيب ومجلس الاداره وكل الناس. وفعلا فعلا هي مش جمله يا جماعه، الاهلي فعلا بمنحدر. فعلا يعني لما يبقى فريق كبير زي النادي الاهلي في سبعه قاعدين على الدكه فيهم اربعه مش عارفينهم، انا الاهلاوي بقالي 50 سنه مش عارفهم. ايوه. وشويه يعني مش هقول عيال صغيره، دول رجاله والله العظيم الله اكبر عليهم. الاهلي كان عظيم. استاذ بيومي كنت النهارده كان عظيم. كنت قلقان قبل الماتش؟ جدا. انا كنت بدعي ربنا نخرج مغلوبين واحد ولا اتنين، ما نخرجش بفضيحه. جدا. واي حد في الدنيا كان في ناس بتقول هنكسب والكلام، بس اي حساباتك يا فندم. اكسب ازاي مع فرقه زي دي كامله العدد؟ اكسب ازاي بالمنطق ازاي؟ الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. اتفرجت على الماتش، كنت شايف فرقتنا عامله ازاي؟ يعني احنا كسبنا، سيبك من المكسب، ولكن انا بتكلم في الملعب. اصل يا جماعه بس اللي ما يعرفش بيومي فؤاد، بيومي فؤاد بيفهم في التحليل والحاجات دي احسن من ناس كتيره جدا 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 بتشوفها، والله العظيم بجد. يا حبيبي ربنا يبارك لك. انا قعدت معاه تقريبا فتره طويله جدا واحنا في روسيا، الفتره كلها بيقول لي هيحصل كذا يحصل كذا، والله بجد يا ايمن يا ثابت مش ممكن، فظيع بسم الله ما شاء الله عليه. جميل حبيبي، اهلاوي جميل طبعا. بعيدا عن ان احنا كسبنا وربنا كرمنا، الفرقه في الملعب شفتها ازاي؟ الانتشار الجميل ده، الروح الجميله دي، انا كنت حاسس النهارده ان احنا وكاننا بنلعب 18 وهم 11. ايوه. الولاد في كل مكان ده. ايه طاهر وحلاوته ده؟ ايه وليد سليمان وفعلا قائد زي ما نزل؟ ايه اللعيبه النهارده وعظمتها دي؟ مغربي، إيه الولد الصغير ده، الولد اللي نزل اللي بيقول عليه جوكر ده وجماله. كريم فؤاد. كريم فؤاد. ايه العظمه دي؟ حتى الولد اللي اتعور النهارده وخرج ده مغربي. مغربي، محمد مغربي. ايه الحلاوه، اقسم بالله كل واحد نازل فاهم، وموسيماني مفتح ومبرع عيني وفاهم، وعلي لطفي وكانه سيناريو معروف ان هنطلع درون في الشوط الاولاني. انا في ما بين الشوطين كتبت طب انت عظيم يا اهلي واحنا 0-0. ايوه. اللي هو انا لغايه دلوقتي 0-0 مش مصدق. كتبت طب انت عظيم يا اهلي اقسم بالله على الفيسبوك. واحنا 0-0 يا اسلام. وعلي لطفي ايه رايك فيه؟ يا حيال ايه، الله الله اكبر عليك يا ابني. الله اكبر عليك يا علي والله العظيم. صحيح اللي هم اتحطوا بقى في الشدائد زي ما بيتقال. يعني بقى رجاله، واخد بالك؟ يا اما ما نستحقش نلبسها زي ما بيتقال. صح. في فرق كبير يا استاذنا ما بين فنله النادي الاهلي واي فنله تانية. طبعا. طبعا. فرق كان واضح النهارده. طبعا. فعلا فرق كان واضح والله العظيم، لعبت حلو قوي. كان في احساس جامد جدا بان هنجيب التاني. كان ممكن والله بس الحمد لله ان الماتش بتاعنا. كان في ثقه عند الاولاد بشكل فظيع. لدرجه ان انا ما اهتمتش، انا كان في كنت فاكر الماتش التاني الاربع، فقلت باذن المولى الرجاله تلحق تخرج من الكاميرون على الامارات. ايوه. لا الماتش التلات ان شاء الله. ده الماتش التلات واحتمال ما يلحقوش. ما يلحقوش. هنسقف للمجموعه دي لو لا قدر الله الماتش اللي جاي، يعني هنبقى نتكلم عنه، ولكن الماتش اللي جاي ده حتى لو لا قدر الله حصل فيه حاجه هنسقف للمجموعه اللي موجوده. طبعا. طبعا. اصل في فرق كبير جدا يا فندم ما بين ان انا يبقى مثلا ناقصني لاعب ولا ناقصني اثنين وناقصني فرقه. 14 لاعب. يعني اللي بيحصل في الاهلي ده ما بيحصلش في اي فرقه في العالم والمصحف. دي حقيقه. والله ما بيحصل، ده انا اي لاعب بينزل ويقع
من لعيبه الاهلي في المنتخب ولا الكلام ده، بحط ايدي على قلبي، قوم يا ابني ابوس ايدك. هنعمل ايه؟ ايوه لدرجه ان انا بكلم الكابتن احمد شوبير وقلت له انا حاسس لو سافرت الابراج دلوقتي هلعب مع الاهلي. اول مصحف. قال لي هتجيب منين يا عيني؟ هتجيب منين؟ نعمل ايه تاني؟ الموضوع بقى صعب جدا، ولكن تعنت من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وكاس العالم للانديه، تعنت في التواريخ استاذ بيومي. وشوف عظمه الخطيب، هنروح بقول لك ايه، سيناريوهات كانت بتتعمل الفتره اللي فاتت، مش عايز اقول لك عامله ازاي. انت فاهم طبعا لما يعني انت فاهم طبعا اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، كلهم كانوا رايحين في اتجاه عايزين ازاي يوقعوا هذا النادي الكبير العريق علشان نبتدي نشتغل. بالظبط كده، بالظبط كده. بكره ان شاء الله مباراه منتخبنا الوطني مع منتخب السنغال، ايه رايك؟ فرحنا يا رب. يا رب فرحنا. فرحنا يا رب. الماتش صعب. طبعا الولاد تعبانين قوي يا عيني. ماتش صعب. الولاد تعبانين قوي يا عيني، كان الله في عونهم. وكل الماتشات 120 دقيقه. ربنا يكرمنا يعني يا رب بكره ان شاء الله. اخيرا قدر تعبنا، ربنا بيدي قدر تعبنا يا رب. استاذ بيومي اخيرا لو عايز تقول رساله لجمهور الاهلي اللي في الامارات وللاعيبه النادي الاهلي والكابتن خطيب طبعا. افخروا بهذا النادي. اللهم لك الحمد على نعمه الاهلي. اللهم لك الحمد على نعمة الأهلي. أنا بشكرك جدا 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 يا نجم على وجودك معانا. ربنا يبارك فيك. وسعيد جدا وببقى مبسوط لما بسمع صوتك والله. ليا الشرف حبيبي، تحت أمرك في أي وقت. متشكرين جدا يا أستاذ بيومي، النجم الكبير بيومي فؤاد، مهنئا النادي الأهلي.